السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. المنشطات الجنسية ثلاثة المعروفين، فياجرا، سيالس، ليفيترا، دول الثلاث منشطات المشهورين في السوق. طبعا في منشطات كتيرة جدا، بس احنا بنتكلم على أكتر ثلاثة مشهورين واللي ليهم براند نيم مسجل تبع شركات كبيرة عالمية: فياجرا، سيالس، ليفيترا. والسؤال بعض الناس بتسأل تقول لك ايه، انه استخدم انه احسن، ده ولا ده ولا ده؟ خلينا كده بسرعة نرجع ندي نبذة صغيرة قوي عن كل واحد منهم ونشوف، لان كل واحد منهم بيناسب شخص معين. فاما تعرف كل واحد منهم بيشتغل امتى، بيبتدي شغله امتى، وبيستمر قد ايه، وايه مضاعفاته او ايه مشاكله، يمكن ساعتها تقدر تختار وتعرف ايه الانسب ليك من الثلاثة دول. فخلينا نسمع شوية الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي. غالبا ما يسأل ما هو الأفضل بين الثلاثة المشهورين، فياجرا، ليفيترا، والسيالس. والحقيقة لا توجد إجابة بسيطة محددة على هذا السؤال، لأن الأمر يعتمد على أمور كتير، منها الشخصي، حيث يجد البعض، بعض الرجال طبعا، واحد من الثلاثة يناسبهم أكثر من الثاني. ومع ذلك في شوية اختلافات بين التلاتة، وكل نوع له صفة معينة تميزه عن غيره. فناخد نبذة عن كل واحد منهم، ومن خلال هذه النبذة هتعرف ايه هو الانسب ليه. الفياجرا هو الاكثر شهرة بين التلاتة لانه الاقدم في السوق، ومن صفاته انه يعمل بعد حدود الساعة ومش اقل من نص ساعة. ومن الافضل، ده صفة تانية، تناوله على معدة فارغة، يعني مش تاخده بعد الأكل، ويستمر مفعوله قد إيه، بيشتغل من 4 إلى 6 ساعات، ده فياجرا. الليفيترا المنتج التاني بعد الفياجرا، ومفعوله بيستمر زي الفياجرا 4-6 ساعات. والفرق الرئيسي بين الفياجرا والليفيترا إن الأخير ده الليفيترا أقل تأثراً بالطعام، وبالتالي ممكن تناوله حتى لو أنت واكل. تالت حاجة السيالس. السيالس يختلف شوية، هو الدواء التالت ومفعوله بيضم أكتر من الاتنين اللي قبليه، أكتر من الفياجرا والليفيترا، وبيستمر حوالي 36 ساعة، وده يمكن السبب اللي بيخلي الرجالة يحبوا السيالس. ولكن له جانب سيء، وهو ان الاثار الجانبيه اكتر، هو زي ما قلنا مفعوله بيدوم اكتر شويه، وبالتالي الاثار الجانبيه بتدوم اكتر شويه من برضو الفياجرا والليفيترا. ويشبه الليفيترا بانه ما بيتاثرش قوي بالاكل، يعني ممكن الواحد ياخده بعد الاكل، بس يفضل يكون على معده فاضيه. ده الثلاث انواع من المنشطات الجنسية. يبقى الفياجرا والليفيترا بيشتركوا في انهم بيشتغلوا لمدة 4 إلى 6 ساعات، لكن السيالس بيشتغل لمدة 36 ساعة. الفرق بين الفياجرا والليفيترا ان الليفيترا ما بيتأثرش في الاكل، وبالتالي الواحد ممكن ياخده بعد الاكل، لكن الفياجرا لازم تكون على معدة فاضية. بكده تقدر تعرف انت الانسب ليك.